شعار يتنحى وقع. سنذهب إلى الخطوط الجوية الجزائرية التي تتذيل الترتيب العالمي وكوارث فيها، والسبب أن الناس المشرفين عليها في الداخل وفي الخارج خاصة أنهم من جماعة العصابة. بداية نبدو بالمستشار القانوني للخطوط الجوية الجزائرية اللي هو عبد الغني بوتفليقة، والذي هو الشقيق الرابع لعبد العزيز بوتفليقة والسعيد بوتفليقة والناصر بوتفليقة، ويليه عبد الغني بوتفليقة. نذهب إلى سويسرا جنيف، فنجد ابنة الجنرال المتقاعد المقبور غنيزية، بنته هي التي في مكتب الخطوط الجوية الجزائرية بجنيف، والزوج تاعها اللي هو المدير المالي في نفس الوكالة، ومؤخرا جبد روحه كما نقولوا. كذلك في جنيف دائما وفي مطار جنيف بسويسرا بنت الجنرال عطايلية. نذهب إلى مارسيليا، أين نجد في وكالة الخطوط الجوية الجزائرية بنت العقيد ماحي، وهو عقيد سابق في الدراس اللي كان مع الجنرال التوفيق. نطلع إلى باريس، فنجد في منطقة اسمها أوبيرا، أين تقع وكالة الخطوط الجوية الجزائرية، نجد ابنة عبد القادر بن صالح اللي هو الآن رئيس الدولة، هي رأيت ما في قرن، والزوج تاعها اللي هو صهر عبد القادر بن صالح هو دبلوماسي في السفارة الجزائرية بباريس. نطلعوا إلى مدينة ليل الفرنسية، فنجد ابن النائب البرلماني ممثل الجالية شمال فرنسا اللي هو جمال بوراس، وابنه هو اللي في مطار ليل الفرنسي. نذهب إلى مدينة تولوز، أين نجد في مكتب الخطوط الجوية الجزائرية ابنة الطيب بلعيز الذي استقال من مجلس الدستوري الذي أسقطه الحراك الشعبي، هما هما يكون عليهم يقعدوا أبد الآبدين مثل ما راه باقي بقرة الأركان. نذهب إلى مطار أورلي بباريس، فنجد زوجة عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق. نذهب إلى ولاية شلف، فنجد أخ وشقيق عمار غول الراعي الرسمي لنهب أموال شرق غرب، واللي كان وزير سابق في الأشغال العمومية ووزير النقل في العاصمة الجزائرية الجزائر، ابن أبو جرة السلطاني الذي تم طرده من باريس من طرف الشباب والجزائريين المهاجرين. نعود إلى مدينة ليل شمال فرنسا، فنجد أخ سيدهم سعيد تاع لجيتية تاع نقابة العمال. ننزل إلى مدينة نيس الفرنسية في الجنوب الفرنسي، فنجد ابن أروراوة يعمل في الخطوط الجوية الجزائرية وسحبوه جبدوه مؤخرا، ما عندهاش بزاف. كذلك في نفس المحطة في نيس نجد بنت محمد بجاوي المتورط مع شاكيب خليل في فضيحة شاكيب خليل وسرقة الأموال. نذهب إلى مدينة الضباب لندن، أين نجد مدير فرع الخطوط الجوية الجزائرية هناك، هو ابن بلحبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري. وفي باريس نجد مدام كرايبية اللي هي أخت زوجة السعيد بوتفليقة، والقائمة مفتوحة وطويلة بزاف وطويلة ياسر. هؤلاء العصابة كذلك يتنحاو كاع. شفتوا علاش قاعدين؟ شفتوا على ما بغاوش يطبقوا الحكم؟ لأن ولادهم جدروا، لأنهم راهم كالسرطان في كل القطاعات، وهما يخيروا هاد الناس اللي ذكرت لك عليهم اللي تكلمتك عليهم الآن يا عزيزي المشاهد، هذو كلهم
ما يروحوش للمكاتب تاعهم ولا هذو، فقط مسجلين لهيه ويدو في الدراهم، زيادة على ذلك يدو لبي تاعهم خالصين باطل ذهبا وإيابا وفي كل الأوقات، ويسافروا في كل نحو كل عواصم العالم، زيادة على ذلك باش يدو إقامات في الدول اللي راهم مسجلين فيهم على أساس في الخطوط الجوية الجزائرية. ها هي أموال الشعب الجزائري، وها هي أذناب العصابات اللي كنا يتنحوا كاع ومن الجذر. يعني تغيير جذري، احنا نواجهكم بالحقيقة وبالملفات وملفات فسادكم. لهذا راكم تطلقوا في الجراء تاعكم في قنواتكم تاع المخابرات من أجل إسكاتنا أو من أجل سبنا، لأنكم ما تقدروش تنكروا أو تثبتوا العكس على ما نقول، مثل ما نحن نثبت لكم العكس على ما تقولون.